المنتخب الجزائري يلعب في لعبة القاهرة ضد منتخب جزائري. نقول أن المنتخب الجزائري قبل بعام ربح منتخب مصر بثلاثة، منتخب مصر لعب كامل تشكيلته، ومنتخب الجزائري ربحوا في أم درمان وكان الأحق بالتتويج. في الصيف الجاي كان عشنا المنتخب المصري قاعد في داره والمنتخب الجزائري مش يلعب كأس العالم. لحظة بركة سمير، قلنا المنتخب